حياكم الله من جديد. أفاد موفد العربي بعودة الهدوء إلى بلفاست بعد موجة احتجاجات في إيرلندا الشمالية لليوم الثامن على التوالي، حيث شهدت عاصمتها بلفاست صدامات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، وذلك على الرغم من المناشدات لتأجيل الاحتجاجات احتراما لمناسبة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. وألقى ملثمون المفرقعات النارية والقنابل الحارقة على قوات الشرطة التي ردت على الهجمات باستعمال خراطيم المياه. وخرج المتظاهرون الموالون للوحدة مع بريطانيا للتعبير عن غضبهم على تدهور الوضع الاقتصادي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. معنا موفدنا من بلفاست زاهر عمرين، أهلا بك زاهر. إذا رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن حذر من عودة النزاعات الطائفية إلى إيرلندا الشمالية، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك عودة للهدوء، لكن أيضا كان هناك تحذيرات من أن هذه المظاهرات وهذا الغضب والاحتجاجات ستعود إلى الشارع بعد انقضاء فترة الحداد على الأمير فيليب. وهو ما يرجحه بالفعل وسام الكثير من المراقبين هنا، حيث يعتقدون أن هذه الاستراحة هي استراحة مؤقتة ربما للموالين للمملكة المتحدة الذين يشاطرون على حد تعبيرهم الملكة حزنها على فقد زوجها. لكن يعني بلفاست تبدو كبرميل بارود مرشح للانفجار في أي لحظة، ناره تحت الرماد لما تخمد كلها بعد لأسباب باب تتعلق ربما بالحاضر على رأسها البريكزيت وما فرضه من احتمال وجود حدود بحرية تفصل البر الإيرلندي عن البر الإنجليزي، وأخرى أسباب أخرى تتعلق بالماضي وهذا الخلاف العقيم إن صح التعبير بين البروتستانت والكاثوليك الذين يطمح كل منهما للانضمام لدولة مختلفة. لكن على العموم يبدو الهدوء سيد الموقف، لا سيما أن هذا الأسبوع يصادف أيضا الذكرى 23 لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حدا للعنف المتبادل وللحرب الأهلية بين طرفي النزاع الذي وقع طبعا عام 1998 برعاية أمريكية. لكن كل هذا يعني كل هذه الأجواء كما يرى الكثيرون من شأنها أن تتفجر في أي لحظة، خاصة وأن السياسيين الذين اتفقوا ربما على إدانة العنف لم يتفقوا على أسبابه، أي أن ما أن أسباب الخلاف ما تزال عقيمة على بعد 23 عاما من اتفاق السلام بين الأطراف المتصارعة. كنا جلنا اليوم في بلفاست على عدد من الأماكن التي تعتبر نقاط علام ونقاط فارقة في تاريخ هذا الاتفاق، أعددنا لكم وسام هذا التقرير. يقسم جدار السلام هذا بلفاست إلى نصفين. هنا يعيش الكاثوليك حالمين بالوحدة مع جارتهم الجمهورية الإيرلندية، أما هنا فيقبع البروتستانت يدينون بدين إنجلترا مخلصين لملكتها وتاجها. غيرت البيوت هنا اتجاهها لتجنب النيران، وحفرت أخرى في جدرانها نوافذ للقناصة يصطادون عبرها ضحاياهم من المارة. كان هذا قبل أن تهدأ بنادق المتخاصمين بعد عقود من الاقتتال عام 1998 حين وقع اتفاق الجمعة العظيمة. علق كل طرف بندقيته صورة أو رسما على حصته من الجدار، قال إنها ذكرى لمرارة قديمة. اتفاق الجمعة العظيمة ليس اتفاقا رائعا لكنه فعال، وقد أبقى الوضع هادئا حتى الآن، لكن يجري تسميم عقول الجيل الجديد. توازن إيرلندا الهش هذا زعزعه البريكزيت، رسمت الاتفاقية حدودا في البحر على شطآنها. هنا ستفتش البضائع الأوروبية، قال الساسة. ثار غضب الوحدويين وثارت معهم حمية الانفصاليين. تقاذف المتخاصمون شبانا ومجموعات شبه عسكرية، اتهامات وزجاجات حارقة عند خطوط التماس القديمة نفسها.
ما رأيناه في الشارع الليلة وفي الليالي السابقة أمر غير مقبول بالمرة. رغم هذا التصعيد في الشارع، يتوقع كثيرون احتواء الأزمة سريعا في ظل خوف الساسة على ضفتي القناة الإنجليزي من عودة كابوس الاقتتال الطائفي. تغلق بوابات هذا الجدار الذي يفصل طرفي بلفاست كل يوم تمام الساعة 6 مساء، تنام كل طائفة ملء أجفانها. بين الفينة والأخرى تعلو الأصوات مطالبة بهدم هذا الجدار والتخلص من تركة الحرب الأهلية الثقيلة، فتعلو معها أصوات المتشددين من كل طرف تتساءل ماذا لو؟ سؤال يخفي في باطنه ما يتجنب الساسة أن يقولوه علنا. هذه الحرب لما تضع كل أوزارها بعد. زاهر عمرين، العربي، من أمام جدار السلام في بلفاست، إيرلندا الشمالية.